ثم انه عوفي وعاد الى دمشق في المحرم سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ولما كان مريضا بحران كان عنده ابن عمه ناصر الدين محمد بن شريكو وله من الاقطاع حمص والرحبة فسار من عنده الى حمص فاجتاز بحلب واحضر جماعة من احداثها واعطاهم مالا ولما وصل الى حمص راسل جماعه من الدمشقيين وواعدهم على تسليم البلد اليه اذا مات صلاح الدين. واقام بحمص. اذا هذا ابن عم صلاح الدين ابن شريكو ابو شريكو اسمه هذا ناصر الدين محمد ابوه شريكو وابنه شريكو. يقول لذلك ذكرنا بانه في العنوان شريكو الحفيد. فسار من عنده لما تمرض صلاح الدين وتوقعوا انه سيموت فماذا فعل هذا ابن شريكه؟ راسل جماعه من الدمشقيين وواعدهم على تسليم البلد اليه اذا مات صلاح الدين اتفق معهم ان يسلموا له دمشق واقام بحمص ينتظر موته ينتظر موت صلاح الدين واقام بحمص ينتظر موت صلاح الدين ليسير الى دمشق فيملكها فعوفيه فعوفيه صلاح الدين وبلغه الخبر على جهته فلم يمضي غير قليل حتى مات ابن شريكو هذا ناصر الدين محمد مات فلم يمضي غير قليل حتى مات ابن شريكو ليله عيد الاضحى فانه يا الهي يا الهي وسيدي ومولاي يا رسول الله يا محمد يا ال بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هؤلاء هم قاده المسلمين امراء المسلمين خلفاء المسلمين اولياء الامور هذه هي الامامه التي ابتدعها ابن تيميه ودافع عنها بكل ما اوتي هذه هي امامه الفاسقين يقول حتى مات ابن شريكو ليله عيد الاضحى فانه شرب الخمر واكثر منها فاصبح ميتا تعليق ولي الامر أمير المؤمنين سلطان المسلمين ملك حمص والرحبة ملك حمص والرحبة شرب الخمر وأكثر منها فأصبح ميتا والمصيبة كنيته بل اسمه ناصر الدين ما هذا الدين الذي هذا ناصره؟ يكمل ابن الأثير فذكروا والعهد عليهم ابن الأثير يقول فذكروا والعهد عليهم أن صلاح الدين وضع عليه إنسانا يقال له الناصح بن العميد وهو من دمشق فحضر عنده ونادمه صلاح الدين يرسل النديم لابن شريكو يرسل له شخصا يشرب الخمر معه ينادمه يقول فحضر عنده ونادمه وسقاه السما فلما اصبحوا من الغد لم يروا الناصح فسالوا عنه فقيل انه سار من ليلته الى صلاح الدين فكان هذا مما قوى الظن. يقول فكان هذا مما قوى الظن أيضا بأن صلاح الدين هو الذي أرسله ليضع له السم والسم لقتله هنا استفهام خمر وسم هل يلتقيان مع ملاحظة أن ابن الأثير بالرغم من انه قال والعهد عليهم لكنه ذكر الخبر ولم يتردد في نقله ولم يستنكره ولم يستبعده ولم يجد فيه اي غرابه فذكره كباقي الكلام فلو لم يكن هذا الفعل متوقعا عنده من صلاح الدين ولو فلو لم يكن هذا الفعل متوقعا عنده لما ذكره اصلا او على الاقل يذكره ويستنكره بل إن ابن الأثير أشار إلى قوة الظن فيما نقله عنهم من أن صلاح الدين أرسل إليه من ينادمه ويسقيه سما فقال فكان هذا مما قوى الظن يكمل ابن الأثير فلما توفي أعطى أقطاعه فلما توفي أعطى صلاح الدين أقطاعه لولده شركوه هذا الحفيد اعطى اقطاعه لولده شريكو وعمره عشرة سنه وخلف ناصر الدين من الاموال والخيل والالات شيئا كثيرا فحضر صلاح الدين في حمص واستعرض تركته واخذ اكثرها ولم يترك الا ما لا خير فيه. يكمل ابن الاثير يقول وبلغني ان شريكو ابن ناصر الدين حضر عند صلاح الدين بعد موت ابيه بسنه. فقال له فقال صلاح الدين له الى اين بلغت من القران فقال الى قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فعجب صلاح الدين والحاضرون من ذكائه اقول عجب صلاح الدين والحاضرون فيا ترى هل انهم لم يفهموا ان المقصود باكل اموال اليتامى هو صلاح الدين فما معنى يقول عجب صلاح الدين والحاضر من ذكائه